انا بزاف اليوم حيت متواجده مع صاحبتي واختي ويام اللي ما عارفينش بزاف ديال الناس انه ويام صاحبتي 5 سنين هادي قرينا في فاكولتي وحده وكنا شحال من مره كنجيو في ميم جروب وكنا في اي حفله ديال لافا كنا كنغنيو انا وياها يعني كل مره كنا كنغنيو اونصامبل اي فريمون فرحانه ليها اليوم بزاف حيت كنشوفها تقاتلات الحمد لله باش توصل داكشي اللي بغات وان شاء الله هذه غير البدايه كيف ما كنقول ليها ديما الله ييسر ليها والله يسهل عليها ان شاء الله وكنتمنى الاغنيه تعجب الجمهور ان شاء الله يا ربي. انت عارفه عندها موهبه من يامات ديالها؟ اكيد من يامات ديال لافاك فاش سمعتها كتغني اول مره قلت تبارك الله انت صوتها زوين بزاف سورتو انا وياها كنا كنغنيو اون انجلي وديما كنت كنقول زعما جيسبيغ تمشي لشي برنامج ولا شي حاجه بحال هكا حيت انا ما كنتش زعما في ديك الوقيته كنت كنخاف مع القرايات وما كنبغيش ندير شي حاجه لا تخليني صافي هي هذيك الحمد لله حتى لدابا كانت شاركات في دي فويس دارت شحال من حاجه مي شي حاجه كتفرح انها دارت شي حاجه ديالها حيت ما كاين ما احسن انك دير شي حاجه ديالك. الحمد لله فرحانه معها. اكيد فرحانه معها بزاف فريمون بزاف دايوغ اليوم عندي خاصني نمشي ناخذ الدبلوم ديالي من الكونسيرفاتوار حيت دوزت الكونكور ديال 5 اون خليته وجيت عندها حيت ما نقدرش حيت ما يمكنش ما نحضرش معايا اليوم سي امبوسيبل غتكعي عليا حشومه. عندي ان شاء الله مسلسل لعبه فيه بريميرو ان شاء الله يا ربي مسلسل نصف قمر مع المخرجه جهه البحر قريب يدوز على القناه الاولى وعندي جوج افلام سينمائيه واحد راه ديجا تعرض اللي هو كازا اوفر دوز وعندي واحد اخر حتى هو قريب يتعرض ان شاء الله. اكيد ان شاء الله يا ربي هذه مفاجاه كنوجدها للجمهور ان شاء الله انا خدامه على هذا الشيء حيت كنغني مي كانت صعيبه عليا انني ندير الغناء والتمثيل بجوج حيت كنبقى يعني عاد باديه وهذا الشيء كامل دونك شي شويه صعيب. كلمه للجمهور ديالك كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد باش ما كنتمناو ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه وطول العمر وشكرا للجمهور ديالي. انا خويا اليوم جيت باش نشجع ويام على قبل الاصدار ديال السينجل ديالها ان شاء الله يكون بشرة خير عليها وتكون من السينجل الالبوم الالبومات ان شاء الله قادمه تكون شي حاجه عندها علاقه بليموسيون شي حاجه عندها علاقه بالاحاسيس واللي جديد هو ان ويام تغني بالدارجه دونك شي حاجه مختلفه عليها شي حاجه اللي كتفرح الله يكمل عليها بالخير وييسر ليها وتكون كيف قلت قبل بشرة خير وتيسر لها كاع داكشي اللي كتمنى. اي بيان سور ما نقدرش يصيفطات لي الدعوه وهي في نفس الوقت صاحبتي وصاحبتي ناده بزاف دونك ما نقدرش ما نجيش هو عزيزه عليا وكنتعامل معايا زوين وكنتعامل معاها زوين حتى هي كتشجعني ملي كنصيفطات لي دي ميساج في قوتو امبور وفي ماضي ليام دونك ما نقدرش ما يمكنش. هو الرساله اللي غنوصل عامة وان الانسان يحلم ويتمنى ويخدم على الحلم ديالو ما يخلي حتى شي عائق يقف قدامه لانه الدنيا عقبات الا ما وقفتيش على الحلم ديالك وخدمتي عليه انت ما كاينش اللي غادي ينقذك هذيك العقبه ويخليك تدوز لشي حاجه واحده اخرى لا الانسان يكون عنده واحد التركيز على الحلم ديالو وكيف قال الفنان تامر حسني في اخر اغنيه لي انا مش تمثال يعني انا ماشي واحد ستاتشو واقف ما يحركني حتى شي واحد لا نضارب هنا وهنا ونوقف ونحقق الحلم ديالي وداك الساعات كاع الناس اللي ما تيقوكش في الاول غيتيقوك داك الساعه. كاين ان شاء الله واحد لا ويب سيري سميتها منيتك بطولة ديالي انا والفنانه ندى الداوي وكاين مسرح كاينه مع فرقه كيف كيف كنوجدوا واحد المسرحيه سميتها شاهد قبل الحدث وحنا ان شاء الله حنا كنخدموا بشويه بشويه. نقول لهم عيدكم مبروك كل ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزق والفرحه والنجاح ويفرج علينا سيدي ربي من هذا الوباء واللي مريض ربي يشافيه واللي بصحيح والله يعطيه كسر. اولا كنشكركم على الاستضافه ثانيا الحضور ديالي هو حضور ديال اللونسمون ديال اول سينجل ديال ويام رضوان وهذا شرف لي انني نحضر لها في هذا اللونسمون في هذه البدايه ديالها.
كنتمنى لها التوفيق. فعلا هي بينات على القدرات ديالها في الغناء والاحساس اللي كتوصلوا للمستمع، يعني هادشي كتبينات عليه في المشاركه ديالها في دو فويس. ومازال ان شاء الله غادا دابا عاد غتبدا وئام رضوان ديال بصح غادا دير الاغاني ديالها، وهذا اول سينجل وتنتمنى له التوفيق وان شاء الله غادي ينجح. بيان سور خصني ثاني نشجع المواهب الصعيده، وكاين يعني الا حنا ما تعاوناش مع بعضياتنا حنا الفنانين، فعلا حنا قاسم مشترك ديالنا هو الفن، ولكن كل واحد يعبر بطريقته، كاين بالغناء كاين بالرسم كاين بالتمثيل، ولكن في اخر المطاف تنبقاو كلنا حنايا فنانين وخصنا نعاونوا بعضياتنا، الا ما وقفناش مع بعضياتنا شكون اللي غادي يوقف معنا؟ الجديد ديالي هو كنصور واحد المسلسل دابا مع سعيد خلف وانتاج نجيب وليد الدرقاوي وسميتو صورتك بين عينيا، هذا هو الجديد اللي كنصوره دابا حاليا، ما عرفتش واش رمضان ولا خلال السنه، المهم هذا هو الجديد. واش غنقول لكم؟ قولوا لي اش واقع، انتوما قولوا لي اش واقع، حنا عدنا لكم اش واقع، دابا انتوما قولوا اش واقع، تهلاو في راسكم، عيد مبارك. وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.